سنة بمشفى ميداني لا يوجد أجهزة طبية، حتى ممرضين أو دكاترة لا يوجد، دخلت رصاصة في خده عم تطلع روحه والله عم يموت، ابنه طلعت روحه لمدة نص ساعة عم تطلع روحه الفرفل ساء ذبح العجل دخلتها بشريطة صفراء بيوتا مساعد بيوتا مع فوق انه كان مقطوع الكهرباء والمي حتى الطلبة ما الموجودة هيك لا كمان دم ذبح الأطفال والنساء لماذا هذا الشيء كان مجازي اليوم الاهالي وضربت الاهالي خلاص متوقع من الاهالي طبعا 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 طب